توك تقلد يوتيوب، آبل تحسن أنظمة وبطاريات آيفون وآبل واتش بعد اختفائها لفترة طويلة، تويتر تسترجع العلامة الزرقاء، تسريبات تظهر عن أشهر موبايل منتظر من سامسونج، إنستغرام تضيف ميزات شبيهة بتطبيقي تويتر وبيريل، يوتيوب تضع حداً للمتنمرين. جولة سريعة على أهم أخبار التكنولوجيا من الأسبوع الماضي. بخبرنا الأول، أضافت آبل ميزات جديدة على نظام تحديث آبل واتش OS 9.2 ونظام تحديث آيفون 14 iOS 16.2. على نظام الآبل واتش أضافوا ميزات جديدة للرياضيين، وعلى آبل واتش ألترا تم تمديد عمر البطارية ل 17 ساعة إضافية وقت تفعيل Low Power Mode. أما على iOS 16.2 ففي ميزات لحماية إضافية لبيانات الموبايل عن طريق الـ End-to-End Encryption، بالإضافة لتحديثات بتصميم الـ Always On Display تسمح بإيقاف تشغيل الإشعارات والوالبيبر من اللوك سكرين. بخبرنا الثاني، قبل حوالي شهر أطلقت تويتر خدمة اشتراك للحصول على العلامة الزرقاء والميزات الفريدة بالتطبيق مقابل 8 دولارات شهريا، بس تويتر فورا وقفت الخدمة بعد أيام من إطلاقها بسبب انتشار حسابات انتحلت شخصية إيلون ماسك وشركاته. الأسبوع الماضي تويتر أقامت بعض التعديلات وأطلقت الخدمة مجددا. بخبرنا الثالث، مع أنه نحن لسه على بعد أشهر من انطلاق الهاتف الأكثر شعبية من سامسونج Galaxy S23 Ultra، ولكن بدأت التسريبات عنه. حسب موقع أندرويد بوليس، من أهم التسريبات كاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل مع 3 مستشعرات خلفية، بالإضافة لكاميرا ألترا وايد بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجا بيكسل، مع الاحتفاظ بالزوم الخيالي للموبايل وأحدث شريحة سناب دراجون 8 جن 2. بخبرنا الرابع، إنستغرام عم تختبر ميزتين جداد على التطبيق يلي بدأوا البعض فعلاً بملاحظتهم. الأولى هي Candid Stories، الميزة نفسها يلي شهرت تطبيق بيريل، تسمح لك تاخذ صورة أمامية وخلفية بنفس الوقت وتحط معها ريمايندر أو تذكير من التذكيرات اليومية اللي بتحطها على موبايلك لإعطاء صورة واقعية عن حياتك. أما تاني ميزة فهي شبيهة بمبدأ تويتر للحد من عدد الكلمات، هن عبارة عن نوتس فيك تشاركهم داخل مجموعة على إنستغرام بهذا الشكل، والحد الأقصى هو 60 حرف. بخبرنا الخامس، من فترة طويلة التعليقات السلبية على يوتيوب هي مصدر إزعاج كبير لصناع المحتوى. هلأ المنصة وضعت حد لهذا الشيء عن طريق إرسال إنذار لأي شخص بينشر تعليق مسيء بعد ما يتم مسحه من الفيديو، وإذا استمر الشخص بنشر التعليقات المسيئة يوتيوب حتحظره من كتابة أي تعليقات لمدة 24 ساعة. وهلأ وصلنا للخبر الأخير، يبدو أن تيك توك عم بيحاول يكون تطبيق شامل وداعم للفيديوهات الطويلة، لأنه من فترة قلدوا يوتيوب بالسماح بتحميل فيديوهات مدتها 10 دقائق كحد أقصى. هلأ عم يخططوا يضيفوا ميزة لدعم الفيديوهات المصورة بالعرض، فعن طريق ضغطة زر الفيديو بيصير بالفول سكرين مود للفيديو المصور بالعرض، يعني مثل فيديوهات يوتيوب. فبرأيك هل هي إضافة جميلة على تيك توك؟ خبرنا بالتعليقات. وهي كانت أهم أخبار التكنولوجيا لهذا الأسبوع. تابع شيء أون تك للمزيد.